قيل لسفيان الثوري: ألا تدعو، أي ألا تدعو الله عز وجل بالسؤال والطلب؟ قال: ترك الذنوب دعاء. وهذا من فقهه رحمه الله، فإنه يشير إلى العبادة في الدعاء، وهو النوع الأوسع والأشمل من نوعي الدعاء. أما النوع الثاني وهو دعاء المسألة فهو داخل أيضا، فإنه من ترك دعاء الله عز وجل استكبر عن عبادته، وكان ذلك موجبا لهلاكه. ولا يمكن لأحد أن يغتني عن سؤال الله عز وجل مهما بلغ، فإنه لا بد أن يسأل الله إما بلسانه أو بحاله، فلا بد من سؤال الله. ولذلك حفظ الله تعالى في كتابه من أدعية النبيين والمرسلين ما يبين أنه ليس في أحد غنى عن سؤال الله وعن طلبه وعن إنزال الحاجة به، فهو الصمد جل في علاه. حتى أولئك الذين يجحدون الله ويستكبرون، إذا نزلت بهم المصائب وحلت بهم الكروب وجاءت إليهم النوائب، لم يملكوا إلا أن يلجأوا إلى الله عز وجل، لم يملكوا إلا أن يسألوا الله عز وجل.